بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرتنا هي الأخيرة، هو مثال 4-2 على حالة الركيزة sheet bias and creating in clay soil. فهنا أنا عندي هذا الشكل 4-14 cantilever sheet bias and creating into saturated clay. مواصفات الساند الوتر تيبل على عمق 2 متر 3 متر ألتو، هاي نفس كأنه sheet bias السابق، لكن وين هنا مغروز؟ مغروز عمق D في تربة طينية سي 47 وفاي صفر. يريد من عندي مطلبين theoretical and actual depth of penetration. Use the actual 1.5 D theory. Well, the minimum size of sheet bias section necessary use sigma allow of 7.5 mega Newton method. المطلب الجزء الأول حيكون عندي step by step، نمشي على الخطوات السابقة. أول شيء KA، KA للساند التربة ساند تان تربية 45 ناقصا فاي على 2، الفاي هي 32 فحيطلع عندي 0.307. قلنا سيجما 1 نفس سابقا بالمثال السابق جاما في الألوان في KA، وسيجما effective 2 هي نفس الحالة أيضا السابقة قيمتها 18.53، ونقدر تقدر نشوف يكون مثال 4-1. الآن لو تلاحظون رسمنا يا جزء كأنه رسمنا احنا هذا الجزء، هذا الجزء الآن A C D رسم سيجما 1 إفكتيف سيجما 2 إفكتيف. الآن شنو عندي هنا؟ يريد D، فبالدي مباشرة ممكن الآن أحسب القيم مالتي، فأقدر أحسب الآن ال P1 قلنا عبارة عن مساحة هاي المثلثات، المثلث سيجما 1 نصف سيجما 1 ال1، وهنا مستطيل سيجما 1 في ال2، زائدا عندي هذا المثلث هو عبارة عن سيجما 2 ناقص سيجما 1 في نصف في ال2، هيطلع عندي قيمته 52.2 هذا ال بي 1. الآن إذا أريد Z1 بار آخذ هنا مومنت عزم وأبدي أحسب مساحة هذا في موقع بالنسبة لنقطة E، يصير عندي ال1 على 3 زائدا ال2. هذا اللي تشوفوه لو تلاحظوا عبارة عن 2 على 3، لأن هو قيمة الألوان 2 على 3 زائد 3. الآن مساحة هذا المستطيل في L2 على 2 زائد مساحة هذا المثلث في L2 على 3، هذا اللي تلاحظونه 3 على 2 و 3 على 3، يطلع عندي موقع Z1 أو محصلة القوة هو Z1 بار هو 1.7. طلعتها الآن ممكن شنو مباشرة ستيب نمبر 4 أطبق الدي تربيع، المعادلة جاهزة عندي، قلناها تعطى كلها معلومة ماكو شيء مجهول بيها، الألوان R2C البي 1 كلها الدي مجهول، فقط تربيع دي هنا اس 1 وهنا هاي القيمة كلها تساوي الصفر، عوضناها هاي القيم يطلع عندي هاي المعادلة مالتي، ممكن أحلها بالدستور دي يطلع 2.23. زين الان هنا الخطوه اللي وراها هنا دي يكمل خطوات حل ال 4 يساوي لي طبعا معادله هي 946 جاهزه بها معلومه كل شيء، طلع عندي القيم مالتها ال 4 1.17، النمبر 6 معادله ايضا سيجما 6 سيجما 7، هنا دي يريد يرسم شكل كامل، فطلع هذه القيم وحسبها من خلال معادلات تعطى وليس لن تحفظ. The net pressure distribution diagram can be now drawn as in shown in figure 9-12. يعني الآن هنا واضح الشكل كأنه هذا أصبح هذا هو المخطط، طالع سيجما 6 طلع قيمته، سيجما 7 طلع قيمته، في المخطط اكتمل وهو ما مطلوب، لكن يعني إذا طلب من عندكم pressure diagram distribution فممكن تحسبه بهالأسلوب. الخطوة اللي وراها دي اكتوال هو 1.5 من الثيوريتيكال، الثيوريتيكال هو دي 2.23 في 1.5 طلع 3.2. زين 3.2 زائدا اذا اراد الطول كل الشيت بايز زائدا ال1 2 زائد ال2 3 اللي هنا يصير 5 زائد 3.2 يصير عندي 8.2 طول الشيت بايز كاملة. ماكزيمم مومنت كالكوليشن شلون نحسب الجزء الثاني؟ حيكون عندي Z داش و P1 على سيجما 6
نشوف بالمومنت ماكسيموم نحتاج سيجما 6، فلازم يطلعها. فقسم واحد على الاخ طلع بوينت تقريبا 41 متر. هذا الزد داش اللي هو يبدي من الزد داش، تلاحظوا الطلاب يبدي من هنا، هاي من الدريج لاين وينزل بهالمنطقه على بعد بوينت 1441 العفو متر، موقع ماكسيمم مومنت. ماكسيمم مومنت هو بي 1 في الزد داش زائد زد 1 بار، موجود عندي ناقص سيجما 6 في الزد داش تربيع على 2. اعوض القياس يطلع عندي ماكسيمم مومنت هو قيمته 103.59 كيلو نيوتن، وعندي اقسم ماكسيمم مومنت على 172.5 اللي هو السيجما اولاوبل، اضرب الميجا نيوتن حتى واحد الوحدات في 10 اس 3 يطلع 0.6 في 10 اس ناقص 3 متر تكعب على متر او ظهور. اروح عندي على جدول تيبل 4.1 اقدر اختار المقطع اللي يمثل لي الكانتيفر شيت بايز، وبهذا نكون كملنا هذا المثال الثاني اللي هو على سكشن 4.5 اللي هو كانتيفر شيت بايز ان بنتريتنج اوف كلاي سويل. وشكرا.